من بعد هالبريك بنرجع نلتقى حتى نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح. محطتنا التالية مع كندا بأرض ورد. صباح الخير. صباح النور. بريمافيرا. بريمافير أو بريمافيرا أو بريميولا، كلها بتفرج إنه هي بريم، هي أول شيء، هي أول هيك. حدا بيزهر. إنه أنا. أنا أول الربيع، أنا الربيع. مظبوط. لأنه هالنبتة هي من النباتات اللي أول ما بلش تشوفي ألوان بالسوق بلش تشوفي البريمافير. هلا حرام حظها عاطل إنه بتسائب مع عيد الأم. قد ما أنا صغيرة بتتخبى بين أنواع تانية من النباتات يلي بتبقى أكبر وبتبقى زهرتها أكبر، عم بحكي عن الأورتانسيا مثلا. بس الأورتانسيا اتفقنا إنه هي مش وقتها وكبروها. صحيح. طب كانوا كبروها؟ لا، انه ليش دائما بخلوها تزهر بوقت قبل للاورتانسيا، بس هي زهرتها موجوده وبتفرض حالها، يعني ما فيك تنكريها. بينما هون عم نحكي عن نبته كثير ناعمه كثير صغيره، الوقع او الاثر تبعها حلو حسب كيف تحطيها. هلا فينا نزرعها بالجنينات، نحن بلبنان قليل لحتى نشوفها بالجنينات لانه يمكن بدها تقص شوي ابرد، على الجبال بيمشي حالها، بس على الساحل للجنينات ما بيكون موسمها طويل. بس هي بتقدر تنزرع برا، وبنشوفها هون كنبته داخليه ناعمه بتقدر تحطيها هيك على الطاوله. وانا هالنباتات هدول بالذات يلي بتنقي نبته صغيره تحطيها على طاوله كثير حلوه بقلب البيت. اول شيء بتعطيكي هاللمسه الخضراء، بتعطيكي لمسه انه هالاوضه عايشه، بس خضراء فيها شيء عايش ملون وحيوي. وثاني شيء بس يكون عندك بلانت صغيره بالبيت بهالاوضه اللي انت بتقعدي فيها على طول، فيها لمسة خاصة دايما، يعني مثل كأنه هيدي الشوشو تبعولك، هيدي الشيء اللي انت حبيتيه بهالأوضة، اللي عطيتيه التاتش كتير خاصة لإليك. ومثل ما قلت هي لمسة حيوية كمان بقلب الأوضة. عم نحكي عن الألوان، شوفي من الألوان حلوين، أحمر أصفر. هلا نبلش كثير نحب اللون الاصفر. ليش فرجينا بس الورقه الصفراء؟ لا نشوف كمان هلا بنحكي عن الورقه الصفراء، الابيض مع الاصفر، الفوشيا، وعم نشوف كمان الوان كمان عندنا غير الوان، عندنا كثير الوان حلوه، فيولي، فوشيا، الاحمر الاغمق، الاورانج، كل هالالوان هيدي. وعاده اذا بالجنينه حلو انه ينزرعوا مسيف مثل ما احنا شايفينه هيك، يعني مع بعضهم بصير في عندك اركانسيال من الالوان. هيدي الالوان كلها الوان اساسيه، هيدي كلها الوان موجوده فيها هالنبته هيدي. بركي ما بعرف اذا بس يصير عندك كثير نيونسات من الزهر مثلا، كل الوان التوناليتي تبع الفوشيا والزهر هن منهم يمكن يكونوا الاساسيه. أوكي. بيقدر يكون مهجنين او مشغولين لحتى يعطوا هالالوان هيدي. بس يلي بيجمع بكل انواع البريميولا، اول شيء هي البوكيه اللي بتبقى موجوده بالنص، وثاني شيء كل الالوان كل الازهار عندها الهاله الصفراء يلي موجوده بالنص. وبعدين في عندي بوكيه من الورق يلي هو حواليها. عم نشوف شويه ورق مصفرين لانه البريميولا بتبلش تزهر تقريبا بنص شهر شباط، وبتضلها مكفايه لحديد اخر شهر نيسان، حتى نص ايار بتقدر انه تضلها موجوده. أوكي. اذا كنا زارعين جوا طبيعي يكون عندنا شويه طبيعي أصفر. يكون في عندي هالوراق يلي شوي مصفرين، بس هيدول اللي لازم انه ينشالوا، لانه بتعرفي غادة انت متابعتينا من زمان انه هالوراق اللي بتبقى مصفره وبتبقى كبيره اصلا بتشوفيها هي اللي أيه. اول شيء كل ما بنشيلها وبنضل منطفين النباتات تبعولنا، كل ما هالشيء بخلي عندي مجال انه الوراق الجديده يلي عم تطلع هون تاخذ محلها، تقدر تشوف الضوء احسن وتقدر انه تعطيني بشكل حلو. هذا اكيد بمد فتره الازهار وموسم البريميولا كمان. فاذا تنظيف اساسي كثير بهيك انواع من النباتات. أوكي. فيه شويه شغل شويه دقه لانه نبته صغيره بدك شوي تعطيها وقت لحتى يمشي حالها. لنحكي عنا كنبتة داخلية لأنه نحن مستعملها كتير كنبتة جوا بقلب البيت. أول شيء البوتة بقولها كتير صغير. أوكي. إذا منشوف أي واحدة من هالنباتات يلي عم نفرجيها البو صغير، وعادة بدنا ننتبه أنه بسرعة بتنشف
يعني هيك نبتة بسرعة بتنشف، وبالتالي لازم انه نسقيها، ما نخلي ابدا التراب تبعها ينشف على الاخر. مثل الازالي، الاشخاص يلي بيعرفوا كيف يسقوا الازالي رح يعرفوا يسقوا البريميولا. بحب انه نسقي هيك انواع من النباتات من تحت، انا بلاقيها طريقه كثير فعاله، لانه ما بتاخذ منك وقت، بتحطيها بمي، خلي المي بس هيك تغمر نص البو، ومع الوقت نص ساعه زمان رح تشوفي انه صارت مرطبه من فوق، فبيمشي حالها. هيدي كمان ورقه صفراء رح نشيلها على طريقنا. اوكي، بس شوفي كيف عن جد بيفرقوا كثير، يعني هي ورقه بتقدر انه تنزع كل الشكل، ترجع بعدين عليك شو بتطلع حلوه اذا كان شلناها على جنب. هيدي مثلا اصفرار بيقدر يكون من الختيره، هي ختيره الورقه، وثاني شيء من السقايه، طريقه السقايه اذا كانت من فوق وعم نجيب مي على الورق بيقدر انه مع الضوء مع الشمس يصير في عندي هالاصفرار هيدا. فمش هيك عم بقول بحب انه نسقي هيك انواع من النباتات من تحت من الكعب. اكيد بدنا نحط مغذيات، امبارح حكينا مطولا مع جوزيف مع عن المغذيات، مع انه عمره قصير يعني تعتبر، بس كثير بيساعد، يعني دائما تنحافظ عليها. ايه تنحافظ عليها، اذا كان اعطينا مره كل 20 يوم مره كل شهر مغذيات للنباتات المزهره، بتصير بدل ما تضاين لحديد نص شهر ايار، ممكن ضاين لاخر شهر ايار لحتى نرجع بعدين نبدلها بانواع ثانيه من النباتات. هلا اذا حبينا انه نحافظ عليها للسنه اللي بعدها، يسوى انه ننقلها على بو تاني اكبر. عندنا شغل يعني اذا حولنا؟ ايه أوكي. ليش لا؟ نقدر انه ننقلها، بس ساعتها خليها برا، يعني دغري بعد ما تزهر خليها برا لحتى تبلش تاخذ الدوره تبعها الطبيعيه، يمرق عليها فصول وترجع تزهر السنه اللي بعدها. اذا عندنا شانس انه يكون في عندي ارض وبقدر اني ازرع فيها، لازم انه ازرعها بمحل يكون فيه ضوء كثير، شمس كم ساعه بالنهار، بس مش كل النهار شمس، واكيد اذا كانت مزروعه بالبيت لازم انه تكون موجوده بمحل مضوى كثير منيح، مضوى كثير منيح لانها نبته بتزهر. وقت نقول هيك معناتها ما نبعدها عن مصدر النور اكثر من متر، متر ونص كحد اقصى، لحتى تضل عم تاخذ الانتنسيتي، قوه الضوء تكون مناسبه للازهار، لانه كل النباتات يلي بتزهر هي بحاجه ل التركيز من الضوء، او مش ساعات طويله أوكي. من الضوء لحتى تقدر انه تعطيني الازهار تبعولها. كيف فينا نزرعها اذا حبينا انه نحن نبلش نزرع؟ فينا نبلش نزرع من البذور، وساعتها بنبلش نزرعها ابتداء من الشتاء، يعني فينا نبلش من شهر تقريبا ديسمبر نزرع البذور تبعولها لحتى تزهر، ابتداء من شهر شباط او حتى يعني اخر شهر رشبات. وبنقدر كمان انه ناخذ مثل ما بنعمل بالافريكان فايلت، انه ناخذ ورقه وهالورقه نزرعها ونقدر انه يمشي حالها. رح فرج شوي، بركي كان لازم نجيب معنا تراب. نقدر انه ناخذ ورقه ونزرعها، ورقه واحده ونزرعها، وبتقدر دغري بالتراب، دغري بالتراب، بس على شرط انه تنشك هيك اوبليك وتكون تقريبا الانجل تبعولها 45 درجه لحتى يكون التماس هو الماكسيموم. هلا انا شلتها بايدي، بس لازم انه ترجع تنقص مزبوط بالسكينه، تكون القصه تبعولها حده لحتى ما تكون عم تحمل امراض وكل هالاشياء هيدي. طريقه ثانيه اذا الكاميرا بتلحقني بس لحتى فرجيكم، نفترض انه هيدا هو التراب. اوكي، بدي انه ممكن انه نوصل عليها، بنمدها على التراب. اوكي، وبنقص، بدنا سكينه من عند الشيف، بدنا سكينه من عند الشيف. سامر اذا بتعمل معروف بدنا سكينه من عند الشيف. اوكي يأ. اذا فينا نفتحها، رح جرب نعملها هيك بالايد، محل ما هو العرق. اوكي، هذا العرق يلي بيجي بالنص اللي شايفينه سميك، نقدر انه نقص بايد رح نجيب السكينة. نجيب السكينة. اوكي يلا ناطرين السكين. اي سكينة زغطورة؟ ايه صغيرة ما بيأثر، صغيرة اكبر سكينة. اوكي جميل. كل الفكرة هي غادة انه هل عروق هيدول هن عروق بيقدروا كثير صغيرة هالسكينة. اوكي رح اقصها بالنص. اوكي اوكي بينت القصة حدي، فيني اقص ثلاث او اربع محلات. ايه ثبتها على التراب.
اوكي بس لحتى ثبتها على التراب فيني انه ثبتها بدبوس او بحجره صغيره بحصه صغيره نحطها هيك بس لحتى تضلها على تماس مع التراب والتراب اكيد تحتها بده يكون مسقي وبنصير نرجع بنسقي للتراب من تحت أوكي. من تحت بالكعب لحتشوفي انه هلا مش كل القصات بتزبط بس محلات يلي مزبوط قصيناها مزبوط بصير بيطلع من هون نبته جديده اف رح يطلع لي هون وراء جديد بين هاي وبين انه نحط الورقه هيك شكل ايها بتنجح اكثر ايه ليك يعني اثنيناتهم بينجحوا النسبة تبع هاي او النسبة تبع هاي اثنيناتهم بينجحوا واثنيناتهم معتمدين على نفس الفكرة انه انا عندي هون هيدي الشقفة يلي هي هون الأساسية العرق الأساسي أوكي. يلي هون هو يلي فيه كل الغذاء يلي فيه كل السوائل المغذية للنبتة وهو يلي فيه اللي بنسميهم نقاط النمو بالنبتة فإذا لما عم بعمل هيك أنا بالحقيقة عم باخذ هالنقطة من ال هون يلي هون هالنقطة يلي هون يلي على الطرف هي يلي عم باخذها وتكون على تماس مع التراب وقت عم بحط الورقه هيك عم باخذ ثلاث او اربع نقاط بنفس الفكره يلي أوكي. هي فيها كل المواد يلي ذكرناها، فاثنيناتهم حلوين انه نجربهم واكيد كهوات وقتها بنجرب وبينجح معنا هيك شيء كثير بننبسط ايه وكثير هيك بنحس انه عن جد ساهمنا انت بنحطها هيدي اذا قلنا فينا هلا نبلش انه نزرعها لحتى يبلش يطلع لي اوراق، هلا ما بتزهر هلا طبعا بتصير بتزهر للسنه يلي بعدها، واذا حبينا باول الموسم يعني اول ما نبلش يكون في عند البريمافير اوائل شباط ممكن انه نلحق حالنا ويطلع لنا بوكي ويقدر انه يزهر كمان بمثل هالوقت. ميرسي لك كندا، حلوين كثير اليوم هيك مفرفحين على الاخر بكل الالوان، خليكم معنا مشاهدينا كمان مره بريك وبنرجع منتابع.